أهلا وسهلا بيكم متابعيني، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. زي ما أنتم متعودين معايا إن كل يوم 20 من كل شهر بجاوبكم على الأسئلة بتاعتكم في سؤال واحد فقط للمتفاعلين معايا بلايك وكومنت في فيديوهات شهر يونيو 2024. تمام، طيب شكرا لكم من الأول وشكرا لدعمكم ليا. بإذن الله نبدأ الخارطة الفلكية لشهر يوليو اللي هو شهر 7 ان شاء الله كده، على يوم نقول مثلا من بعد 25/6 كده ان شاء الله نبتدي في اول برج معانا، نشوف بحسب اعلى لايك مين اول برج هنبدا بيه. فكثف اللايك للبرج الخاص بيك عشان نبدا بيه اول برج وتستفيد من اول الشهر. تمام، طيب اول بقى اول سؤال معانا من ريتا. تمام، ريان الأم زينب، مواليد 19 إبريل 1998، برج الحمل. تمام، بتسأل عن الإنجاب، هل في حمل يعني قريب ولا بعيد؟ ريان بنت زينب، ريان بنت زينب مواليد 19 إبريل 1998، برج الحمل، هل في حمل قريب أم بعيد؟ بصي، هو لا مش قريب، لا هو بعيد، بس هشوف لك امتى. ريان بنت زينب مواليد برج الحمل، امتى ممكن تكون يعني في حمل؟ هو انتي عندك مشكلة، مشكلة ليها علاقة بالاتفاق مع الزوج، وتقريبا الزوج عندك رافض او مش عايز دلوقتي، او في عندك انتي طاقة سلبية ليها علاقة بالانجاب، يا اما انتي محسودة على جوازتك دي، يا اما انتي في حد باصص لك في موضوع الانجاب ده. انا متاكده ان في طاقه سلبيه ليها علاقه بالحمل. يعني انت لو متجوزه بقالك فتره وفي صعوبه في الانجاب، فانا متاكده ان ده وراه طاقه سلبيه ليه علاقه بالرحم، يعني طاقه سلبيه هنا مأثرة على تاخير الانجاب عندك. بس في حمل بعيد مش قريب، يعني امتى بالظبط؟ حاول اديكي مده، لان انت محتاجه تصلحي حاجه الاول، يا اما دي محتاجه تتابعي طبيب نساء، طبيبة نسائية، تشوف المشكلة فين، لأن طالع لي إن هو مش قريب، هو بعيد، ومحتاجة إن أنت تظبطي حاجة الأول ليها علاقة بيكي أنت وزوجك. يعني ريان بنت زينب، إمتى ممكن هذا الحمل؟ لا، أنت عايزة شفاء، أنت محتاجة هنا تعملي شفائك عشان تقدري يبقى في إنجاب، بس ممكن يبقى خلال عام، خلال سنة من الآن، بس انتي محتاجة تشتغلي على حاجة تصلحيها. يا طاقة سلبية، عشان ده مش سؤالنا، احنا بنسأل قريب ولا بعيد، لا هو بعيد. تمام، طيب ده أول سؤال معانا اللي هي ريتا. تاني سؤال معانا فاطمة أحمد. فاطمة أحمد، الاسم فاطمة، الأم عيوش، 8 إبريل. فاطمة بنت عيوش مواليد برج الحمل، زوجي غيث، الأم غياث، يعني غيث ابن غياث، 18/10، برج الميزان أصلي 1986، وإنتي برج حمل أصلي. تمام، طيب عن حياتنا الزوجية، صارحني إنه متزوج وعنده بنت وقبلت لكنه متقلب، هل هكمل معاه ولا لأ؟ طيب، هل في تكملة للزواج بين فاطمة بنت عيوش برج الحمل مواليد 8 إبريل وزوجها غيث ابن غياث 18/10/1986؟ يعني هل في تكملة لهذا الزواج ام لا، بين فاطمة بنت عيوش وغيث بن غياث؟ في مشكلة هتحصل كي؟ لا، بصي، هي العلاقة دي في مشكلة هتحصل بينك وبين الزوج، واحتمال توصل الامور بينكم انك تطلبي الطلاق منه. بصي هقولك، هي العلاقة دي فيها انفصال ثم رجوع، هتأكد لك. يعني هل في تكملة للزواج بين غيث ابن غياث وفاطمة بنت عيوش ام لا؟ لا 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 لا، انتوا مش هتكملوا في الجواز ده. لا، بصي، هو هيحصل ايه؟ طلاق رسمي، لان الموضوع ده متأكد له. لا، هيحصل طلاق رسمي بمحكمة ثم عودة، يعني طلاق ثم رجوع، يعني في طلاق انت هتطلبي بيه، انت هتقولي له من الاخر انا تعبت، وهتعملي معاه خناقة كبيرة، وهتقولي له بقول لك ايه، طلقني انا مش طايقة العلاقة معاك، فانت لا سمح الله، يعني مش عاوزين نقول كلام سلبي، بس ده اللي ظهر لي، ان في انفصال ثم رجوع تاني بكتب كتاب تاني، يعني جوزك ده مقدر ليكي معاه تكتبي كتابك عليه مرتين، المره الاولى اللي فاتت والمره اللي جايه. بس شايفه ان العلاقه دي لا مش هتكمل، وبسبب ان انت هتجيبي اخرك منه. تمام، وهيحصل خلافات بينك وما بينه، مش هتستحملي الوضع كده. طيب بالنسبه بقى لمين
ميليا سعدة، ملاك الأم نجية 3/7/2007 برج السرطان، وإسلام الأم نجاة 10/10/97 برج الميزان. حلو، أنا في علاقة مع إسلام والآن نحن بعاد عن بعض، في مستقبل للعلاقة؟ تمام، نشوف كده مستقبل العلاقة بين ملاك بنت نجية برج السرطان وإسلام ابن نجاة برج الميزان، العلاقة دي هتكمل؟ طيب بصي بقى، هي العلاقة فيها انفصال تمام ثم تصالح. يعني ايه؟ يعني شرط ان الراجل ده، يعني العلاقة دي مكملة. العلاقة دي مكملة يا ماليا، يا ملاك بنت نجاية، العلاقة دي مكملة لان الراجل ده متعلق بيكي قوي، بس بصراحة انتي حرري نفسك منه. يعني عشان العلاقة دي توصل لجواز او يبقى فيها مصير ارتباط، ده مرتبط بان انتي تحرري نفسك من العلاقة. بمعنى ايه؟ يعني ما توقفيش حياتك عليه. لو هو ما اتصلش او ما رجعش ما توقفيش الدنيا، ومش عاوزاكي تبقي في طاقه انتظار، انك دايما قاعده منتظراه، دايما مخك شغال افكار بيه، لان ده بيأخر وبيعطل الطاقه. فهل العلاقه دي هتكمل؟ هتكمل، وفي تصالح وهيصالحك لانه متعلق بيكي وانتوا توأم روح لبعض، وفي لقاء هتحط نقط على الحروف فيها في العلاقه دي. لكن الشرط الاساسي انك تحرري نفسك من هذا الشخص وتفكي التعلق، يعني ما تبقيش معاه وانتي متعلقه بيه جدا وهتتجنني عليه. لا، ما تتعلقيش بيه بزياده، لان ما بتتعلقي بيه زياده بتبقي مطارد، فهو بيبقى هارب. تمام، فده الشرط. ففي مستقبل العلاقه دي بشرط انك تحرري نفسك منه، وهو هيرجع ويصلح العلاقه معاكي، وبعدين ايه يكمل معاكي. هند، هند سألتني من شوية بتقول لي انتي ما جاوبتيناش. يا هند احنا لسه في 20/6 اهو، الساعة عندنا في مصر 10، يعني يوم 20/6 ما خلصش. انا بس كنت مسافرة ورجعت بسرعة والله، هو عشان ايه الحق اسجل لكم القراءة. هند، هند ربيعة بنت عائشة، مواليد شهر سبتمبر 1989. طيب سبتمبر يوم ايه؟ وزوجي ادريس ابن جمعة، مواليد شهر مارس 1983، لازم يبقى فيه يوم. هل في رجوع ولا لا؟ طيب نشوف بقى، بدل اسم الأم موجود خلاص مش مشكلة. ربيعة بنت عائشة، مواليد شهر سبتمبر 1989، وإدريس ابن جمعة، مواليد شهر مارس 1983. هل في رجوع لزوجها ربيعة بنت عائشة؟ هل هترجع لجوزها إدريس ابن جمعة؟ أم لا؟ في مشاكل وخلافات، هو في رجوع بس بطيء يا هم يا ربيعة، سوري ربيعة، في رجوع في العلاقة دي ولكن بصراحة طاقة بطيئة جدا. يعني مش هقدر أقولك إن رجوع بسرعة وسريع وهو متفاعل وخلال شهر شهرين، لا لا لا، الموضوع ممتد لا إما خلال آخر العام ده. طاقة بطيئة جدا لأن في مشاكل وخلافات. هم ربيعة بنت عائشة وإدريس ابن جمعة، هل في رجوع كزوجين؟ في رجوع، زي ما انا قلت لك طاقة بطيئة كتير، طاقة بطيئة، لكن في رجوع بإذن الله والعلاقة هتكمل. حلو، بس بعد فترة بطيئة، يعني اللي هو ماشي بالراحة كده، ما اقدرش اقول لك ان خلال شهر شهرين، لا الموضوع طويل، بس في رجوع في الآخر لأنه متمسك بالعلاقة وعايزها، عايزها تستقر، عايزها تكمل. طيب ندى، 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 لا ندى حنة، ندى حنة، ماري الأم ندى، البرج الباطني ايه؟ طيب ماري، انت اسمك مادي ولا ماري؟ ماري بنت ندى، اعتقد انت كاتباه كده. طيب نشوف البرج الباطني، هعمل الحسبة كده ثواني. بالنسبة بقى لندى حنة، ماري الأم ندى، البرج الباطني ليكي يا ماري هو الجوزاء. تمام، طيب السؤال اللي بعد كده، سوساسي، سوساسي تمام، بتسأل عن، هي اسمها سندس، مواليد 9 نوفمبر برج العقرب، وحبيبها معاذ 16 نوفمبر برج العقرب أيضا، هل العلاقة دي هتكمل ولا لا؟ طيب سندس 9 نوفمبر برج العقرب ومعاذ 16 نوفمبر، هل في تكملة لهذه العلاقة؟ نعم، في تكملة وزواج، يعني في تكملة لهذه العلاقة وزواج، ولو في طرف ثالث هيطلع وهتكمل العلاقة دي للزواج أو هتصل لترسيم. تمام، ده بالنسبة لإيه، للسؤال ده. السؤال اللي بعد كده، محمد بهائي، بهبيب مكتوب كده، 8/6/95، أنا ميزان وطالع الدلو، كيف في الحال؟ طيب بالنسبة ليك أنت،
كبرج ميزان والطالع عندك الدلو حلو جدا بالنسبة لك نص هذا العام 2024، والنصف الثاني اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي عشان بنشتري في الجوزاء بتستفيد منه بشكل كبير بالذات في المال والعاطفة، تمام؟ والعام اللي جاي بتستفيد منه برضو في بداية العام، يعني عندك نص السنة اللي احنا فيه دلوقتي الثاني والبداية العام الأول، تمام؟ من ناحية العاطفة ومن ناحية المال. السؤال اللي بعد كده ايه؟ سكتة حالي، سكت حالي، تمام؟ 9 3 8 9، هل في رجوع منفصلين خطوبة 18 مارس برج الحوت أسامة مع 12 الميزان بنت السكتة، يعني هي اسمها كده الميزان، هل في الزواج اتصال تطورات أنا عالجت من السحر، تمام؟ هل في رجوع المنفصلين بخطوبة 18 مارس الحوت؟ طب هو انتي اسمك ايه؟ الميزان بنت السكتة وأسامة، اه ده اسمك حلو تمام. طيب 18 مارس برج الحوت أسامة مع برج الميزان بنت السكتة، هل في رجوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 18 مارس أسامة برج الحوت مع 2 أكتوبر برج الميزان بنت السكتة، هل في رجوع كخطوبة؟ اه هترجعوا لبعض والعلاقة دي فيها استقرار، تمام. محمد العنزي، محمد ابن بسمة 7 مارس برج الحوت 1988 وسارة بنت شايمة 3 نوفمبر 1992 برج العقرب، تم الطلاق طلقة أولى، ممكن أعرف مدة الرجوع؟ طيب إيه نشوف، انت عايزة تعرفي وقت الرجوع، انت عارفة ان كده كده في رجعة، تمام، بس انت بتسألي عن امتى الرجوع. طيب محمد ابن بسمة 7 مارس برج الحوت 1988، امتى الرجوع بينه وبين سارة بنت شايمة مواليد 3 نوفمبر 1992؟ محمد ابن بسمة وسارة بنت شايمة متى الرجوع؟ لا ده وقت طويل شوية، لا الرجوع هيكون، لا ده هياخد مدة، هتأكد لك بس كده لأن طالع لي طاقة كذا شهر، بس أنا هتأكد لك أديكي مدة بالظبط، بس لو في أي طاقات سلبية هي اللي بتخالف القراءات، يعني اللي يبقى تفرقهم سحر أو اللي بيبقى تفرقهم حسد أو طاقات سلبية، المدة ما بتبقاش دقيقة أو مظبوطة، لازم يبقى السبب كده قدري أو نصيب، لكن لو السبب كان طاقات سلبية، ودي طبعا مش هتوضح لنا كده، لازم نسأله سؤال لوحده لأن أنا بجاوب سؤال واحد، فأنتي محتاجة قراءة خاصة مفصلة برسوم عشان أقدر أتأكد لك من المدة. محمد ابن بسمة 7 مارس برج الحوت وسارة بنت شايمة برج العقرب، متى الرجعة؟ يعني اديله 4 شهور أو 3 شهور كمدة مفتوحة، تمام، ده بصرف النظر لو مفيش أي طاقات سلبية في العلاقة دي. نهاد، نهاد تمام، اسمي ناهد، الأم نعمة 19 إبريل برج الحمل 1992 برج حمل أصلي، وبنتي آلاء بنت ناهد 19/4، انتوا الاتنين ما شاء الله نفس التاريخ. طيب عدم التوافق بيننا هيكون دائم ولا في تغيرات؟ تمام، هو عشان انتوا الاتنين مش، يعني مش معنى ان انتي برج الحمل وهي كمان ده معناه ان انتوا متوافقين، لا ليه؟ لان طاقتكم او حاكم برجك وبرجها المريخ، فانتوا عندكم طاقه العند السيطره، انا اللي افرض رايي انت اللي تفرضي رايك، يعني العلاقه بينك وبين بنتك واقفه هنا على التفاهم والمسايسه والصبر والسياسه ومش بلغه الامر، لان هي عنيده جدا، والمريخ يعني طاقه المشاكل او العنف او الحروب، فيعني محتاجه الموضوع ان انت تيجي على نفسك شويه كأم وتسايسي بنتك جدا لان هي ايه، يعني عنيده. طيب هنشوف هل في توافق بينكم هيحصل. ناهد الأم نعمة، هل في توافق بينها وبين بنتها آلاء بنت ناهد؟ هل في توافق بينكم؟ اه على فكرة البنت دي يعني بنتك هتعرف قيمتك لما تمر بظروف، في ظروف بنتك هتمر بيها سيئة وانتي هتقفي جنبها قوي في الموقف ده، تمام، وبناء على وقفتك جنبها في الموقف ده هيحصل التوافق والرجوع. الموقف ده ليه علاقة بالانكسار، ليه علاقة بان هي مثلا لا سمح الله تبقى تعبانة وانتي تقفي جنبها، هتتأكد مع الوقت انها ظلمتك، ما ينفعش كانت تيجي عليكي كده بزيادة، في توافق اه بس محتاج منك صبر،
رنا علي. رنا الأم لطيفة، 8 فبراير 1980، برج الدلو، في رجوع للشغل عشان أنا وضعي سيء. طيب رنا بنت لطيفة برج الدلو، رنا بنت لطيفة برج الدلو، هل عندها رجوع للعمل؟ رنا بنت لطيفة برج الدلو عندها رجوع للعمل. انت عليكي يعني في طاقة سلبية، في طاقة سلبية معمولة لك في الرزق، لازم تشيليها عشان تلاقي شغل أو ترجعي شغلك. وواضح إن الشغل واخد أفكار سلبية كمان عنك، في حد موقع، حد اتكلم عنك في الشغل كلام سلبي وهو اللي خلى الشغل قلب عليكي ومشاكي كده. وانت في طاقة سلبية عليكي منع الرزق، فلازم تشيليها. طاقة سلبية يعني سحر، معمول لك ربط، تعطيل، حاجة زي كده. نشوف. وانت يا قارئ الطار يا بتقري نفسك، رنا بنت لطيفة برج الدلو، هل هترجع الشغل اه ولا لا؟ لا، انت مش هترجعي شغلك الا لما يحصل شفاء، تمام؟ وعندك كمان فرصة شغل احسن واوفر ماديا واعلى بالراتب لو عملت شفاءك. يعني هل في رجوع لشغلي ده؟ شرط الشفاء. بس انا شايفة انك مش هترجعي لشغلك ده، وهيجيلك عرض تاني بعد شفائك بمبلغ اعلى او بعمل براتب اعلى من الشغل اللي انت كنت عليه، فده هيسعدك او هيبقى تعويض ليكي عن اللي شفتيه في شغلك ده، لان سبب الشغل ده انت سبتيه حد اتكلم عنك او حد وقع عمل فتنة ليكي بالعمل غيران منك فعمل فيك الموقف ده. طيب السؤال اللي بعد كده، ايه فاطومة يو جي 8SW، اسمي سهراء، برج الثور، 29 ابريل 1981. انت هنا ما بين الحمل والثور، هل نوار بيفكر يرجع لي؟ هو 23 اكتوبر 1975، هو ما بين الميزان والعقرب. طيب سهراء برج الثور 29 ابريل 1981 ما بين الحمل والثور، هل في رجوع من نوار مواليد 23 اكتوبر 1975 لسهراء؟ هيرجع لك وهيتجوزك، بس هو زي ما تقولي كده ايه، متعمد ان هو يهرب، متعمد ان هو يجننك. وعلى فكرة الراجل ده انا اسفة جدا، شخصيته كده طفولية مش بتاع مسؤولية، وخلي بالك لان هو شخصية صعبة شوية وعنده كده ميول نرجسية، فهماني؟ فهو هيرجع لك، بس خصوصا لو لقاكي بتستغني عنه او بتهربي منه او ما بقيتيش عايزاه اصلا، فهو في رجعه بس مش دلوقتي، وبيهرب منك او هو متعمد انه يعمل الاسلوب ده معاكي عشان عارف ان انت بتحبيه، فخلي بالك. طيب السؤال اللي بعد كده لتوريال، توريال لار هزاري، 40/7/2، بتسأل عن البرج الباطني او الطالع، والساعة 11 الصبح، ثورية، بنت خدوش. طيب انا هجاوبك سؤال واحد، هنشوف الطالع، البرج الطالع ايه اللي هو بيكون بساعة ميلادك. لو الساعة 11 دي مظبوطة يبقى ايه، يبقى ده مظبوط. طيب نشوف، بسم الله. طيب برجك الطالع يا قلبي هو برج الجدي، تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، بسمة الأمل إلياس، وناسة الأم زهرة، 9 فبراير اللي هو فبراير يعني الساعة 9 صباحا، تغير منزل أو إيه؟ أطلع أنا مش آه تغيير منزل أو هتنقلي بيت تاني، فهمت؟ يعني هل في تغيير منزل؟ ده السؤال اللي فهمته. وناسة بنت زهرة، 9 فبراير، برج الدلو، هل في تغيير المنزل؟ يعني هل عندها تغيير لمنزل تروح بيت تاني؟ اه عندك بيت تاني او هتنقلي من بيت لبيت، بس طاقة بطيئة شوية، بيت افخم احسن افضل. تمام، وده طاقة بطيئة، يعني مقدرش اقول لك انه بسرعة، لا يعني في بس بطيء، ماشي بطيء الامر، تمام. طيب I am queen Samira، I am queen Samira، اسمي سميرة، تاريخ ميلادي 12/5/2005، برج الثور، مولودة الساعة 3/46 في المغرب، أهلا وسهلا. هل يوجد لي علاقة جديدة؟ هل عندي علاقة قريبة قبل الزواج أم عابرة؟ مش فاهمة حاجة، مش فاهمة السؤال، بس اللي فهمته إن أنتي هل عندك علاقة جديدة؟ يعني هل دي علاقة تصل لزواج؟ ده اللي أنا فهمته من السؤال، مش فاهمة. وهل عندي علاقة قريبة قبل الزواج؟ مش فاهمة حاجة، سؤالك غريب، بس ما علينا. اللي أنا فهمته إن سميرة 12/5/2005، هل في عندك
علاقة عاطفية جديدة بتدخل حياتك، ده اللي أنا فهمته من السؤال بصراحة. هتصل لزواج، فاهمة؟ ده اللي أنا فهمته. سميرة 12/5/2005. لو السؤال فيه حاجة اكتبي لي في التعليقات وأجددهولك يوم 20 الشهر الجاي. لو أنت متفاعلة معايا أو استمريتي في التفاعل هجاوبك تاني، تمام؟ طيب، يبقى سميرة مواليد برج الثور 12/5/2005، هل في عندها علاقة حب جديدة بتصل لزواج؟ في عندك شخص معجب بيكي وبيكراش عليكي، اصلا هو موجود دلوقتي والشخص ده مركز معاكي ومراقبك. ممكن انت عندك اتنين، في واحد من القرايب والعيلة وفي شخص انت انفصلتي عنه عاوز يرجع لك او عاوزك ترجعي له. ففي علاقتين، في شخص بيحاول يرجع لك يجدد علاقته معاكي تاني، وفي الشخص الجديد اللي بيكراش عليكي وعاوز يتجوزك. بس انا حاسه ان انت هتاخدي العلاقة الجديدة، مش هتبقي حابة ترجعي للعلاقة اللي من الماضي. رنين وسيلة الأم جميلة 5/2/1974 برج الدلو، هل يوجد زواج من شخص جديد أو قديم؟ طيب، وسيلة بنت جميلة 5/2/1974 برج الدلو، هل عندها زواج من شخص جديد؟ ولا وسيلة بنت جميلة عندها زواج من شخص قديم؟ لا، في شخص قديم هيحاول يرجع لك ومراقبك عبر الإنترنت، وانتوا انفصلتوا يا الطلاق ينفصلتوا انفصال عاطفة، والشخص ده عاوز يرجع لك لزواج. بس انت عندك مس عاشق هو اللي فرقك عن الراجل ده قبل كده. انت بتعاني من مس عاشق او قرين مس عاشق بيمنع عنك الارتباط، انت محتاجة تشوفي الامر ده تعالجيه. تمام. لما نور ميساء الام سريرة 1985، عايزة اعرف من في الشيخين هيساعدني بفك السرح، يحيى صالح نابوذي ولا ابو خالد؟ طيب، نشوف مين اللي هيساعد ميساء الأم سريرة، ميساء بنت سريرة 1985، مين اللي بيساعدها على فك السحر؟ هل يحيى صالح نبوذي ولا أبو خالد من حماه؟ ولا أبو خالد من حماه هو اللي بيساعد ميساء بنت سريرة لفك السحر؟ لا، هو أبو خالد من حماه ده أكتر من الشخص اللي فات. هو ده برضو كويس يحيى، بس اللي هيساعدك اكتر ابو خالد اللي من حماك. ماشي. طيب، السؤال اللي بعد كده، ليه امنية مواليد عفوا اميمة، اميمة 7/2/1/7، دي كده كده على اليوتيوب، تمام؟ طيب، هل في ارتباط؟ هي مواليد 11 ديسمبر 1995، هل في ارتباط لاميمة مواليد برج القوس؟ عندك لقاء توأم روح وارتباط وزواج، وهتقابلي الشخص ده كمان شهرين. غرام محمد 21/2/2032، 21/2/1966. انت كده ما بين الدلو، ما بين الدلو والحوت. انت بتسألي عن برجك الطالع، تمام؟ لانك كاتبه ساعة الولادة 3 الفجر، فده معناه بتسألي على برجك الايه؟ الطالع، تمام. ده كده اخر سؤال معانا، ما تنسوش ان انتوا تتفاعلوا معايا عشان تكونوا اول ايه اخد اساميكم يعني الشهر الجاي، تمام؟ طيب، برجك الطالع يا استاذه غرام محمد مواليد 21/2/1966، لو ساعه الولاده فعلا 3 الفجر مظبوط، يبقى انت برجك الطالع هنا الجدي، تمام. طيب، شكرا ليكم متابعيني، واتمنى ليكم ايام سعيده. شكرا لتفاعلكم معايا، ولا تنسوا اللايك للبرج الخاص بيكم عشان يكون اول برج ابدا بيه الشهر الجديد. وفي واحده اسمها منى عادل، انا وعدتها ان انا اخد اول سؤال ليها الشهر ده. انا عماله ادور على سؤالك يا منى واقلب في كل قنوات اليوتيوب على سؤالك مش لاقياه. فلو لو سمعاني او سمع الفويس للاخر او الفيديو للاخر، يا ريت تكتبي لي سؤالك، وانا هكتب لك في التعليق لفت نظر ان تكتبي سؤالك ايه وهجاوبك خاص، لان انا يعني ايه ليكي سؤال واحد، لان انا وعدتك ومش لاقيه سؤالك. انا عماله بدور في يعني الادمن بتكتب الاسئله بتاعتك كلها، وانا عماله ادور عندي مش لاقيه بصراحه. فاكتبي لي سؤالك وهجاوبك عشان انا وعدتك، ومش بحب اوعد وارجع في كلامي، تمام؟ ولو مش بتسمعي الفيديو هكتب لك في التعليقات. شكرا، مع السلامه.